من غزة. أيمن، لو تطلعنا على مظاهرات نذير وثورة ضمن مسيرات العودة، ما الذي يحدث؟ أولا يعطيكم العافية. تصحيحا لما قلت، هي جمعة النذير، الجمعة السابعة على التوالي. الفلسطينيون في غزة منذ الصباح يتواجدون على الحدود الشرقية لمدينة غزة من خلال 5 نقاط أعدت مسبقا لهذه المسيرات، مسيرة العودة الكبرى. التطورات لا زالت مستمرة حتى اللحظة. التطورات الآن بدأت تتصاعد من بعد صلاة الجمعة مباشرة إلى الآن. الشبان بدأوا بإشعال الكوشوك وبدأوا بسحب بعض أجزاء من السلك الفاصل الذي يضعه الاحتلال الصهيوني. طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني متواجدة منذ الصباح على طيلة الشريط الحدودي لمدينة غزة. حتى اللحظة العدو يناوش الشبان مناوشات لربما متوسطة بين أطلاق نار وقنابل الغاز، لكن المعهود عليه بعد نصف ساعة من الآن ستكون المواجهات في أشد التحامها وفي شدة قوية جدا، لأن الشبان والجماهير بدأت تتواجد منذ الصباح، لكن وتيرة التواجد ووتيرة التصادم تكون بعد صلاة الجمعة. الاحتلال صعد في تعزيز كثيف جدا من قبل الجنود والآليات، زرع كما شهد من بعض شهود العيان، العدو زرع بعض الأرقام الأرضية داخل السياج الحدودية تحسبا لمرور الشبان داخل الحدود كما الجمعات السابقة، وليكون قد أيمن يعني نحن أمام حصيلة كبيرة من الشهداء. نحن أمام حصيلة تقدر ب47 شهيد والعديد من المصابين يصلون إلى آلاف المصابين. هل أثر ذلك في المشاركة في هذه الجمعة؟ بالتأكيد هنا عدد الشهداء بالزيادة في الجمعة عن الجمعة، وعدد الجرحى والمصابين وعدد الجرحى بالخصوص أصبح الآن بالآلاف، لكن الفلسطينيون هنا صامدون مرابطون. كل جمعة عن جمعة تكون شدة الملحمة أكبر وأكبر كما شاهدتم في الجمعة السابقة. لو أن الجماهير قد هزها دماء الشهداء والجرحى لما دخلوا في معبر كرم أبو سالم، لما اقتحموا الحدود في منطقة البريش ومنطقة رفح ومنطقة شرق مدينة غزة. بالعكس، اليوم من المشهود يوم مشهود جدا، ستكون المسيرة كبيرة وحاشدة جدا في 5 مناطق المعدة لها. لكن زميلي المعهود عليه والمعول عليه أكثر في 14 من هذا الشهر، أي يوم الاثنين القادم. يوم الاثنين القادم اللجنة التنسيقية للمسيرة ستفتح نقاط تماس أخرى، 9 نقاط كما نوه لنا عبر الإعلام، 9 نقاط أخرى غير 5 نقاط. ستكون الجماهير حاشدة جدا، الفلسطينيون وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد يدعون لهذه التظاهرة الأكبر، سموها المليونية. مليونية مسيرة العودة ستكون المسيرات كبيرة جدا. الآن كما أرى الآن على ناظري، العدو الصهيوني بدأ يلقي قنابل الغاز على الشبان ويطلق النار بشكل كثيف، لربما الشبان يحاولون الآن سحب السياج الفاصل. نعم، الصحفي أيمن الهسي من غزة، شكرا جزيلا لك، وسنتواصل في ما بعد للوقوف على آخر